تنظيف الحدث بملاعب سيما اغلب الاحترافات انها ملاعب ذات مواصفات عاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بخصوص الملاعب، يعني احنا انبهرنا من اللي شفناه، خصوصا الحين ملعب المدينه الرياضيه او الملاعب المرافقه للتدريبات، يعني ملاعب عاليه مستوى، ويعني الحمد لله انه ما في اي مثل ما نقول اي انزعاج او اي كومبلين مثل ما نقول على الملاعب هذه، الحمد لله كلها طيبه. مجموعتكم مجموعه البيضه ربما تكون يعني مجموعه شرسه قويه اكيد. شوف الحظوظ انا اقول كلها متساويه في حق كل المنتخبات، يعني ما في منتخب اقل او اعلى كعبه من منتخب ثاني، كل المنتخبات لها حظوظ في بنيل اللقب. مجموعتنا صعبه، احنا ما بنقول مجموعه سهله مثلا او ويانا فريق ضعيف ولا لا، بالعكس يعني عندنا منتخب قطر عائد من كاس العالم، عندنا المنتخب الاماراتي من المنتخبات العريقه في الخليج وصعد سابقا لكاس العالم، عندنا كذلك. نعم منتخب الكويتي يمكن عانى في الفترة الأخيرة، بس الحمد لله يعني بعودة مثل ما نقول الكويت إلى يعني إلى طبيعته، المنتخب الكويتي بيكون يعني منافس شرس كذلك، ومنتخبنا طبعا لا يقل أهمية عنهم، وإن شاء الله مثل ما أقول لك إحنا أصحاب اللقب. طبعا اللاعبين كلهم حاطين في 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 بالهم وحاطين في اعتباراتهم أن منتخب البحرين لازم إن شاء الله يعود باللقب. المواجهة الأولى دائما ما تكون صعبة نوعا ما، خصمكم نظيركم المنتخب الإماراتي، فبالتالي شنو استعداداتكم لله؟ احنا مثل ما أقول لك استعداداتنا مثل أي استعدادات، سواء كانت حق تصفيات كأس آسيا، كانت حق كأس العالم له التصفيات، أو طبعا بطولات الخليج، الاستعدادات هي نفسها، ما فيها أي تغيير سواء كان من الأحمال التدريبية أو من التكتيكات، هي نفس الشيء. بس مثل ما أقول لك كل مباراة لها حساباتها، والمدربين أكيد عارفين يعني مكان القوة والضعف في باقي الفرق، خصوصا كل فريق طبعا بيدرسونه دراسة صح أساس أن أنت تلعب على الخطط أو نقاط الضعف عند كل منتخب. والطموح؟ طموح الحفاظ على اللقب؟ أكيد أكيد شيء طبيعي.